اللي عايش في قلب المنطقة. تقصف إسرائيل مدينة غزة جوا وتهددها بالاجتياح البري. أين يفر الضعفاء والأطفال وكبار السن والنساء والعاجزون والمرضى؟ تقول إسرائيل إلى سيناء المصرية، أما الفلسطينيون فيعترضون، يشيرون إلى ما حدث في عام 48 ويقولون لقد حدث التهجير مرة ولن نكرره ما حيينا. في هذه القطعة من الأرض التي لا تتجاوز مساحتها 369 كيلومترا مربعا، لا مكان آمنا من طائرات الاحتلال الإسرائيلي. من هرب إلى الملاجئ لحقه القصف، ومن التجأ إلى المستشفيات طالتهم الطائرات، ومن ظل تائها في الشوارع أحرقته النيران. جرحى فوق جرحى وقتلى فوق قتلى، لا تفرق الطائرات العمياء بين مدني وامرأة ومقاتل أو كبير في السن أو طفل لا يعي خطأه ليستحق هذا العقاب. حتى الآن أكثر من 3500 شهيد، لكن دول الغرب لا ترى أو لا تحب أن ترى إلا الرواية الإسرائيلية. في زيارته إلى تل أبيب، وقف الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضحايا قصف مستشفى المعمداني. أمام هذه الكارثة لم يترحم على الضحايا أو يواسي المتضررين أو يعزي الأهالي، بل قال إن إسرائيل لم تفعل ذلك. الجرائم الموثقة بالصور والفيديوهات لم تغير مواقف أوروبا أو الدول المساندة لإسرائيل، بل على العكس من ذلك أعطتها صكا لفعل ما تشاء في هذه المدينة الصغيرة التي تخنقها إسرائيل من الأمام ويحاصرها البحر من الخلف. البنايات والمستشفيات والمراكز الصحية والبشر وكل ما يتحرك هنا حتى الحيوانات أهداف محتملة للقصف الإسرائيلي. الموقف العربي لا يبدو ملائما لما يحدث. تثور الجماهير في الشوارع تشتبك مع جنود الأمن، أما الحكام فكأنهم مستسلمون أو خائفون. ما الذي قد يحدث؟ لا أحد يعلم. تتصاعد الأحداث تباعا والمستقبل غامض. فإسرائيل ليس في دواياها إيقاف الحرب الوحشية، وليس في قاموس الفلسطينيين الاستجابة لأي تهجير جديد من أي نوع كان، ولا إلى أي أرض أخرى.